السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أول مرة تتفرجوا على فيديوهاتي أنا نهال، وياريت تشتركوا معايا في القناة، ولو عجبتكم وصفاتي ما تنسوش تعملوا لايك وكمان تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد قبل أي حد. النهاردة إن شاء الله هنعمل بقى ملك السحور، وهو الفول طبعا مفيش غنى عنه. يلا بينا نبدأ. نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بصوا، أنا جبت كيلو فول وغسلته كويس، وهنقعه بقى في ميه عاديه من الحنفيه. طبعا اهم حاجه ننقيه كويس ونغسله كويس قوي. هنقعه بقى ميه عاديه كده لمده ما تقلش عن 3 4 ساعات، وما تزيدش عن كده، لان لما بتزيد عن كده القشر بتاعته بتنشف. هو حلو قوي 3 4 ساعات كده، وتعمليه في نفس اليوم على طول. ان شاء الله تعملوه بالطريقه دي، ومش هتشتروه من بره خالص، وهيعجبكم قوي. بصوا، طريقه سهله وبسيطه، ومش هنحتاج فيها اي بقى ايه. في ناس بتفتكس فيه، وهو الفول اصلا مش محتاج افتكاسات. يعني تخلي اي حاجه بقى اضافيه عايزين تحطوها خلوه بعد ما يستوي. يعني احنا هنسويه بطريقه بسيطه خالص. بعد ما تنقع بقى لمده 3 4 ساعات كده بالشكل ده، هنجيب بقى نغلق الميه طبعا بتاعته اللي كان منقوع فيها. بعد كده نجيب معلقتين عدس اصفر كده. في ناس بتحط رز، بس انا مش بحب الرز، لان الرز طبعا بينزل تحت في الحاجه اللي بنعمل فيها وبيتحرق، فبلاشه. نجيب طماطمايه نقطعها 4 كده، وجزرايه، وليمونه. نعصر الليمون. هنحط نص القشره دي، هنحطها في معاها وهي بتغلي. ماشي. الليمون ده طبعا بيخليه ما يسودش مننا، ده اول حاجه، وبيديله طبعا نكهه حلوه قوي. الليمون والزيت، لان الزيت بيغطي الوش، فده مش بيخليه بقى يسود مننا. بعد كده بنجيب بقى الميه السخنه المغليه بتاعتنا نحطها عليه، نغطيه، بس نسيب بقى ايه يعني مساحه كده عشان لما يجي يغلي ما يتدلقش مننا على البوتاجاز. بعد ما حطينا بقى الميه السخنه، بنجيب طبعا معلقه زيت كبيره كده او معلقتين زيت، المهم نغطي وشه، ونجيب معلقه كمون صغيره نحطها برضو عليه، منكترش يعني، حاجه بسيطه كده. وبعد كده بقى نحطه على النار، على نار هاديه قوي، يعني بصوا شمعه كده على البوتاجاز، على العين الصغيرة، وتنسيه بقى ياخد راحته خالص في السوا. بس بصوا بقى، هو بصراحة الفوالة طلعت معايا صغيرة شوية، فانا نقلته في حلة كبيرة عشان انا مش عايزة افتح عليه، ازوده مية وهسيبه بقى. احط معلقة بابريكا معاه عشان يديله اللون. في ناس بتحبه لونه اصفر، لو حابين لونه الاصفر بتاعه ده يبقى تحطوا عليه معلقة كده من الكركم. ماشي. بصوا بقى، هو بسم الله ما شاء الله استوى بقى ده بعد 4 ساعات. بصراحة حطيت المية عليه كتير وغطيته، وبعد كل مثلا ساعة كده او حاجة نفتح عليه، لو حاسين ان هو محتاج مية نحط تاني. بصوا ما شاء الله، حبيت الفول دايبة، ولا القشرة جامدة ولا اي حاجة خالص، شايفين ما شاء الله. يعني بصوا بقى، نعمل بقى طبق الفول بالطريقة اللي انتوا عايزينها. انا بحب بصراحه اضربه في الخلاط كده، بيبقى بيوريك كده وطعمه جميل قوي، ومعاه معلقه الكمون والملح بتاعه. نحط عليه بقى الطحينه والليمون والزيت، او ممكن نخلي الزيت نحطه على الوش براحتكم بقى. نضربه بقى كويس قوي في الخلاط كده لحد ما يبقى ناعم معانا كده وحلو، وتاكلوه بقى بالهنا والشفا. اعملوه بقى بالطريقه اللي تريحكم بقى. في ناس بتحبه بالبصل والثوم، المهم الاساس موجود مظبوط، فهيطلع اي حاجه تانية مظبوطه ان شاء الله. يعني يا رب بقى يكونوا عجبكم كده وتعملوه وتقولوا لي رايكم ايه. ولو عجبتكم بقى الوصفه ما تنسوش اللايك، كمان ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. السلام عليكم.